Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحرف لم يسلو له علامة إلا
اتفاق قبوله العلامة يا رب تغيير أخير الكلم تقديرا ولم تنديعا ميل عليم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونسب وكذا جسم وجار وكل غير الجسم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والحفظ انتنى وسائر الأسماء حيث الأشباء قربها من الحروف المعربة وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون من قد خلا للرفع منها ضمة واو ألف كذا كنون ثابت لام حذيف فالثم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الأعود وجمع تأنيس كمسلمات وكل فعل معرض كيأتي والواو في جمع ذكور السليم كصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أب أخ حم وفؤاد جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى نحو زيدان الأليف والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال للناس بغمس ويا فتحة أليف كس ويا أنس منون تنحذيف فانصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندة ففتحه منع واجعل للناس بالخمسة الأسماء ألف منصب بكسر جمعة نيس عريف والنسب في الاسم الذي قد سني وجمع تكير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتسب فحذف نون الرفع مطلق يجب علامة الخفض التي بها انضبت كسر ويا أنس ما فتحة فقد ففت بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بالضم حيث ينصرف ففت بياء كلما بها نصب والخمسة الأسماء بشرطها تصيب وفي الفتح كلما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف بأي عز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فألف التأنيس أنس بعدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان الوصف مع عدل عرف أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه ثلاث تمنع العلام وزاد تركيبا وأسمع العجم كذاك تأنيس بما عند الأليف فإن يضف أو يأتي بعد السرف الجسم في الأفعال بالسكون أو حرف حرف علة أو نون فحذف نون الرفع قد يلزم في الخمسة الأفعال حيث تلزم وبالسكون زم مضارعا سليم من كونه بحرف علة ختم إما بواب أو بياء أو أليف وجزم معتل بها أن تنحذف فنسب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدر ونرو يزو يتدي يشا ختم بعلة وغيره منها سليم وعلة الأسماء ياء وأليف فنحو قادم والفتى بها
إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نسب قد يدهر وقدر ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلامي والواو فيك مسلمي أدبرت والنون في لا تبلغن نقدرت المعربة كلها قد تعرب بالحركة أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنسبه بالفتح مت لا طيق وخفت الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون منجزم لكن كهندة لنسبهم كسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي والخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه أليف ونسبه وجره بالياء عريف وكالمثنى الجمع في نسب وجر ورفعه بالواو مر واستقل والخمسة الأسماء هذا المعروف بنونها وفي سواه تنحذف وإن تريد تعريف الاسم النكير فهو الذي يقبل المؤثر وغيره معارف وتصار في ستة فالأول اسم مقمر يغنى به عن ظهير فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسمه ثانيا لمتصل مستتير أو بارز أو منفصل كان للمعارف الشهير بالعالم كجعفر ومكة وكالحرام وأم أمر وأبي سعيد فنافك في الظلم والرشيد فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغيره اسم أو لقب فما بمحن أو بذنب مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا ودي رابعها موصول الاسم بك الذي خميسها معرف بحرف آل كما تقول في محل المحل سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأسماء في كقولك ابن وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البدي أفعلهم ثلاثة في الواقع ماد وفعل الأمر والمضارع الماضي أفعلهم ثلاثة في الواقع ماد وفعل الأمر والمضارع فالماضي مفتوح الأخير إن كتي عن مدمر محرك به رفع فإن أتى معدى الضمير سكين وضمه مع واو جم إن عينا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وافتتح مضارعا بواحد من الهدف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتاء يجمعها قولي أنيت يا فتى وحيث كانت في رباعي تدم وفتحها في وسوى ملتزم من المضاف أسكت التنوين أو نونه كأهلهم أهلنا من المضاف أسكت التنوين أو نونه كأهلكم أهلنا وفد به اسم الذي
ilahu tala kakotilahu la min zaidin kutila wa wa ala takdiri fi awlami aw min kamakri layli awlami aw ahdi zaidin aw ina zujaji aw sawbi husin aw kababi saji وقد مضت أحكام كل تابع مبسوطة في الأربع التوالي فيا إلهي الدف بنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع وفي جمادى السادس السبعين بعد انتهاء تسعين من السنين قد أمنته هذه المقدمة في ربع الألف كافيا من أحكم نحو الفقير الشرف العمريت ذي العز والتفسير والتفريط والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفرد والإنعام وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.